يعني هم النهارده طموحاتهم هم بيشكلوا او الاستاذ محمد مسلحي هو بيعمل فرقه زي كده فمخيلته انه يعني هياخد كل البطولات اللي جايه. احنا كنادي اهلي احنا الحمد لله احنا قطاع الناشئين عندنا قوي جدا يقدر يشيل اي حد. عندنا قطاع الدرجه الاولى ممتاز. انا زي ما قلت لك في الاول انا فريق الاهلي بيستلم ميداليات المركز الاول. فريق المرتبط رجاله عملوا مباريات مهمه جدا وقويه جدا وكانوا سبب لفوز بدوري المرتبط. قدامنا دكتور مهند مجدي، كابتن علاء زهران، كابتن محمد عبد المطلب بيسلموا الفريق النادي الاهلي ميداليات المركز الاول. اتفضل يا كابتن. يعني انا رغم ان احنا اهلاويه واهلاويتي شديده جدا، انما انا عندي قوميه وعندي نزعه قوميه ومحب للعبه كره السله لاقصى الحدود. انا بتكلم النهارده ان مصر احنا عندنا مشكله وازمه في كره السله. احنا فقدنا مستوانا الدولي المتميز. يعني احنا النهارده ما عادش عندنا حاجه اسمها سوبر. ما اقدرش اتكلم على ناس انها سوبر وهي ما بتاديش على الصعيد الدولي. يعني انا ما بكسبش، انا النهارده ما بكسبش، عندي خلل في حته معينه يعني. فالخلل ده اذا ما تصلحش انت برضو هيفضل مستوى كره السله في مصر في المستوى العادي. يعني النهارده اكون ان انا اروح اجيب محترف من تونس لاحد الفرق، فده اصبح بالنسبه لنا احنا اللي كنا بنصدر ده للوطن العربي بشكل عام اكيد كلعيبه كره سله في مصر هنا. افريقيا انت ان ما كنتش الاول هتبقى الثاني دايما مؤهل. ده انا بكلمك في حقبه زمنيه. مؤمن طارق خيري وبيسلم ويعني سعيد وفرحان بمدير كابتن طاهر رجب، يعني شايفين فرحه وحقهم يفرحوا وحقهم يتبسطوا وحق كل جماهير النادي الاهلي تتبسط بمكسب النهارده او مكسب بطوله زي دوري المرتبط. اتفضل يا كابتن هاني. جهد كبير، خد بالك يعني برضو ما هو جهد عدد مباريات كبيره جدا. زي ما قلت لك تضافر جهود. انا عن نفسي كهاني عبد المنعم انا ضد دوري المرتبط ده، ملوش اي معنى خد بالك. وما افرز لسه هاخد بقى رايك بعد انت لحقتني في السؤال. ما افرز لناش اي حاجه لسه هاخد رايك. السنه اللي فاتت خالد قول لي في خبراء كتير او في قسم كره السله بيقولوا ان دوري المرتبط هو دوري بيفرز للعيبه الصغيرين وليس للدرجه الاولى، صراحه ايه رايك فيه؟ بص، هو انا عايز اقول ان دوري المرتبط ده اصلا متاخد من اتحاد الهاندبول. بتاع حسن مصطفى. بالظبط اكيد. وهو عمل خلينا بس ناخد بقى تتويج النادي الاهلي واحد واحد. الدكتور مهند بجدي اهو موجود وبدا يسلم ميداليات المركز الاول. مصطفى الشافعي رامي جنيدي. رامي جنيدي، مودي الجرحي، كل دول ما لعبوش. ابراهيم الجمال. رامي جنيدي قدامنا ده ما لعبش النهارده مصاب. ابراهيم الجمال، مودي الجرحي، ابراهيم الجمال، الدهشان، كريم دهشان، محمد ابو النصر. برغوثة عشان انا عارفه حافظه، احمد برغوثة بشعره. يعني فرحة جميلة المكسب. واحد من الشباب الناشئين. الولد الصغير ده بودي، ده لعيب كويس جدا برضه. عمر طارق اللي وراه بودي. بودي ده لعيب كويس. مؤمن ابو العينين. اتحاد كان اصلا اتحاد اسكندريه. اتحاد اسكندريه تمام. سيف سمير، مصطفى مشعل اللي بعد سيف، مصطفى مشعل، السلعاوي، احمد السلعاوي. احمد السلعاوي هو كان نجم اللقاء امبارح، اتكلمت عليه كتير. والنهارده كان متوفر في والنهارده كان بيحاول. يعني هو الوحيد صراحه، هو الوحيد اللي كان بيحاول. لا مين؟ كابتن محمد العدل. وده طارق الغنام الصغير. ده طارق الغنام الصغير. ده طارق الغنام الصغير. خلاص بقى الصغير ده اللي طلع في الباسكت الجديد. ده السنتر الجديد ما شاء الله. ان شاء الله يطلع احسن من كابتن طارق الغنام. يطلع احسن من طارق الغنام طبعا. وراحة طبعا طارق الغنام. وطبعا في جبهه ثانيه في عيله طارق الغنام عايزه تاخده فولي، بس احنا مصممين ان هو ايه كابتن حمدي الغنام صح؟ حمدي الصافي. حمدي الصافي ورحاب الغنام. طبعا رحاب الغنام. الفرحه حلوه يعني بجد، دي حاجه تبقى سعيده. بس يعني الجهاز الفني، لكن نقول برضه انه الجهاز الفني القدير طبعا للنادي الاهلي برضه كابتن طارق خيري. طارق خيري وابنه برضه الصغير بيلعب برضه باسكت. بيلعب باسكت. لا خلاص اقول له طارق خيري كفايه كده، مفيش باسكت. شريف علي برضه من نجوم النادي سابقا والمدير الاداري. كابتن رضا مدير اداري. كابتن رضا زمان تاريخ قوي. من زمان. من زمان. هو
اكتر ناس بتتعب صح الاداريين. الاداريين يعني بيتعبوا بشكل غير عادي. كابتن ايهاب الغنامه موجوده اهي، هي عضو مجلس اداره الاتحاد المصري لكره السله، لكن هي كابتن النادي الاهلي وكابتن منتخب مصر لكره السله، نجوم النادي الاهلي. نجوم النادي الاهلي دي حقيقه. يعني هو ادي جهاز مكتمل، واعتقد ان اللي واقف هناك ده محمد فتحي برضو عضو مجلس اداره في الاتحاد. هايل. عمرو مسلحي والاستاذ عمرو مسلحي. عايزين نقيم تجربه كابتن خالد، تجربه الدوري المرتبط. بص، هو هي التجربه دي نجحت كتير جدا في اتحاد الهاندبول صوريا. نجحت في الباسكت بس فعليا لا. يعني ايه صوريا؟ يعني لاول مره ابتدينا نكسب في بطولات افريقيا ناشئين، ما كناش بنكسب خالص يعني. تمام. بس رغم كده ما فرغش اي لعيبه للدرجه الاولى بعد كده، لان المرتبط ده بقاله فتره طويله مش شايف ان هو فرغ حاجه. طب خلينا ناخد بقى اللقطه المهمه واللقطه اثنين كباتن الفريق، كابتن طارق الغنام وكابتن مؤمن طارق خيري والدكتور مجدي ابو فريخه، والفوز ورفع كاس بطوله المرتبط والفرحه. نخليكم معاك شويه نسمع هناك في صاله الاسماعيليه. اتفضلوا. كابتن خالد اتفضل. يا كابتن خالد فبنقول